السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله، يا أهلا وسهلا أستاذ محمد الأمين. خير، مرحبا وسهلا، سلموا، مساء الخير، شحالكم شباب؟ ياك لباس، استغفر الله العظيم واتوب اليكم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا اهلا وسهلا. الشباب اللي منكم طالع قد يطمئن على الصوت لو سمحتم. يا ربي لا وسيتهالنا. عقوبات فرنسا هي عقوبات معدتها اوروبا افريقيا، غير شفت على تلفزة فرنسية. حق الله وجدت لكم، لا احد منكم يقول لي دكتور. ما تحصل لي شرف الحصول على شهادة دكتوراه، ونعرف ياسر من التركة كلهم دكتور، كلهم كح ياسر من الدم مسيكين، ياك يحصل على ذيك الشهادة. والله اللي مولانا انها والله اللي مولانا انها غمط حقوق، ولين يعود حد يقول لي انا دكتور انا ما عندي. تو نعرف انها قاع هون تنقال الواقيش كاملين، غير انا بعد ماني قايل انها ماني قايل انها تتواسى. فما حد قد يقول ان الصوت شماسي، الصوت جيد. الله يحفظك احمد، شكرا جزيلا. لو خاو شباب يحصلون اعطوهم دقائق، ما هي طويله قاع حتى اخترنا نجاوب شمن امورنا نحن اهل فيسبوك اللي ما تعني الواقيش قد يعودوا شخصيات مهمه الليله قد لا تلتحق بنا، والله وازن عليه تلتحق بنا. سابق يطلعوا نعودنا نرجلوا نحن شي من مشاكلنا اللي ما تعني الناس الاخرى. قضية القصة لهي نبدأ بالامور اللي اقل اهمية، شو الامور الاكثر اهمية والامور اللي اقل اهمية. شي من القصص كنت انا نكتبهم هوني لين نعود مستحفي، ولكن قاع شاك انهم مهمين عند حد، وجبروا ولا جبروا قاع ياسر التفاعل شي طبيعي بهم اللي طوال وتوف. وهم الواقيش دائما يسولوني عن 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 لا سويت، عن عن نوفيهم. نختار نعطيكم اخبار لماذا توقفت القصه التاليه منهم. انا على تواصل مع واحده من دور النشر اللي في واحده من الدول المجاوره، ما نختار قاع نعطي عنها ياسر من التفاصيل بي اللي تحت طائله عقد معاهم، طلبوا مني عني نوقفهم، وطلبوا مني عني طلبوا مني عني نوقفهم، وطلبوا مني عني نعطيهم حقوقهم لا هي ينشروهم ولا يوزعوهم قريبا ان شاء الله تعالى في مكتبات نواكشوط، لين يفوتوا يعودوا يوزعوا. لان يعني نقول لكم ان شاء الله المكتبات اللي متوفرين فيهم، وهم اللي قالوا انهم متوالين نشرهم وتوزيعهم والاشهار لهم من قد باط من قد باط الاعلام والصحافه واللي عادتهم ندوه. والله ثنتين تقد الله تون الله، معناها اني اذا هو اللي بيا ما وفيتها بيا اللي هي فعلا وفاتي، غير نهايتها يلت تعود الله، قالت تعود اللي عادت ملكيتها باطلهم هم. لكن اللي فات خاضع للفيسبوك، ما اعتقد حد يقلعوا به اللي فات تم مثلا مشاركته، وانا قاعد ما نختار ينقلعوا هم اللي لا فهم ذاك يبانوا. يغرد اللي منه ما فات نكتب، اللي فر ما فات نكتب من عند تاريخ توقيع العقد عليه، لا عاد ملكيه لهم هم. وراجل انه في الايام والاسابيع القليله المقبله عن عود متوفر في دور النشر. وانا بعد ضامن لكم على مولانا ان شاء الله تعالى عني ما 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 اني ما نحصل منه قيه واحده بها، اللي ما هي الهدف عندي. الهدف عندي عن يعود الكتاب متوفر بشكل جيد، مثلا قراءته تعود سهله والورق يعود بشكل جيد، وقد يقرا حد كيف انا شفته ما هي معلومه حتى، ويعود باسعار متوفره، معناها اسعار مناسبه جدا. وهم قلت لهم عنهم لا، ذاك اللي كلفهم هو اللي يديروا، وانا شخصيا ما ندور منه اي ربح. القضيه الاخرى قضيه النقد، انا دائما يقوموا علي الواقيج هون في فيسبوك اذا ظهر لي تحياتي لكم من الحوض الشرقي. الحوض الشرقي مثل هنا ارجع له بعد دقائق شوي به اللي التالي هو الغالي. قضيه النقد ظهر لي مولانا عن حد ما يبغي حد ينتقده عنه، يقعد شورة داره له، ويخلي عنه الشان العام، يخلي عنه
فيسبوك، وخلي عنه الشغله، وخلي عنه نقد امور الدوله. حد هام ويا انت لعب الشغل، انت ما تتكلم عن امور الفساد، انت لا حين نسالم، احنا مزنا بعد يعني نسالم. ظهري مولانا عن كل حد عنده الحق بعد انا ينتقدني ويقول عني اللي عدلت عنه ما هو صالح. و و و ويقول الكلام اللي يبغي. شخصيا ما انا احضر ولا انا نمسح اللي تقول الناس، غير ما زين عندي انا رجاج يعود هو من نفسه عنده صفحه على فيسبوك ويختار يجي ويجي لصفحتي انا اياك يقول فيها الكلام الخاسر للناس. لك ماني قال انه مقبول حتى اختار حد عنده صفحه لين يعود له يتكلم في مرده عامه مرحبا بي وسهلا، لين يعود صلاه يجي ويستخدم صفحتي انا اللي عليها اسمي واللي مسؤول انا عنها قانوني عليها، ياك يقول الكلام الخاسر للرجاج اخر. لك ماني قال انه لائق. غير انا بعد ما عندي مشكله فيه، حد لا يقولوا بعد في انا ما عندي اي مشكله في النقد ومتقبله بصدر رحب، ودائما نحاول نجاوب عليه ونتفاعل معه ونقبل من ذاك اللي صالح ذاك اللي ما هو صالح. ناس مولي عند الحق فيها انا ما انا بعد شخصيا متقبله بصدر رحب وما امكن. وهل مولانا مولي نرجاج عاد يتكلم في الشان العام والله هام تول الامور العامه عن لا يخلي الناس تقول ذاك اللي ظاهر لديه اللي هو قابل الحق انه يقول ذاك اللي ظاهر. قضيه الاخرى البارح رادع لي والله العظيم اللي نبغي نعتذر يا غير ما زالت الى ورك تضحكني. رادع لي مولانا نكته عن وزير دفاع الروس هذا اللي شين ويوجع، ووزيرات دفاع اوروبا اللي سيدات انيقات وما تندي عنهم ستاي اسبان والمان وش ما وش مهمات ما تستحضر عنهم. عاد ترتبوا الصور عنهم هو وزير خارجي وزير دفاع روسيا وهما تي وزيرات دفاع اوروبا ويبان ذاك مازيان عند الصيدات اللي في محدات صديقات عزيزات واخوات في محدات اتصلوا بيا للخاص وفي محدات اختاروا يعبروا عن رايهم على العام وذاك حقهم. وانا بعد ما زين عندي شيء ما هو زين عندهم هماتي، غير ماني قال اني قاعد قلت شيء خاسر، ماني قال اني قلت شيء خاسر بيه اللي ما ذمت فيها اي انتقاص من قدرات المرأة على القيادة وعلى الريادة، وانا دائما مطالب بها. وراني من هذا المنبر معتذر الى عدتهم واللي عدلت شيء طحت في اخلاقاتهم هماتي، وما نعرف قاع باش نراضيهم. لا راني من هذا المنبر مطالب رئيس الجمهورية عنه لا عاد متخمم انه يعدل تعديل وزاري عنه يعطي استغفر الله العظيم انه يعطي وزارة الدفاع لوحدة من الصيدات. هذا هو اللي كنت نبغي نجي عليه، لكن نحاول اللي كان ندخلوا في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما نعرف كان يخرصوها الوزراء والله ماني غير انا عندي فيهم وحدين اصحابي لين يعود عندك قاع شي تختار توصلوا لهم اللي اقولوا لي انا مشي اللي نوصلوا لهم. انا ما نعرف صاي كان يخرصوه الوزراء اللي منهم عنده صفحه على اسمه دور يظهر لك، واللي منهم على اسماء مستعاره انا ما قد صولتهم على اسمائهم المستعاره. مهم يا الله محمد رسول الله عبده مشتاق بسم الله الرحمن الرحيم. اقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. الموضوع اللي اخترت نكلمكم عنه الليله موضوع الشركه هوني قالها اداكس هي المسؤوله عن موضوع حساس جدا اللي هو تزويد موريتاني بالمحروقات. المحروقات هذه مرده تعني الناس فر ما هو لا احد عنده وتر، حد عنده وتقع اللي قد يقعد ما مثلا من الطبقة الكادحة حتى به اللي قد يقعد عنده سان كاترا فنديسي تقصيها عايش منها وذيك لا هي ندار لها غازوال، وقد يعود افطن الا لا هي يشري قاع مية من سفتي وذيك سفتي جاية زاد هي على باخرة والباخرة قطعا منها لين تعار اسعار المحروقات عن لا هي تعار عليه هو سفتي وغلوريا والمواد الاستهلاكية كاملة ودو افطن اللي يشري من الفرماسي واللي يجيب الطائرات. نحن دولة صغيرة جدا مقارنة مع دول الجوار. السنغال مثلا 16 مليون ونحن بالكاد مثلا 4 ملايين. عندنا قدرة على التخزين الاستوكاج 60 ألف طن. وصار باخرة تنقل المحروقات في المنطقة بعد اللي تعنينا نحن ترفد 200 ألف طن. معناها ما خالق الشركه لا تقبل 200 الف طن وتمشي لنا نحن ياك تنزل لنا منها 60 الف طن ما هي لين تعود الشركه ما هي بعيد منا. راد الله عن خالق الشركه ينقالها اداكس انرجي
اللي هي عضو والله باطن فيليال من شركة عالمية قالها أداكسوريكس جروب، عنها شاركت في كان عندها باطل العقد من الليلو، من الليلو زمن، وتمت مباشرته مع موريتان بطرقها اللي خاصة عندها شمل الأشخاص هون يشتغلوا لها، واحدين منهم في وزارة بطرن، واحدين في سونيليك، واحدين في سمش، واحدين في لجنة المحروقات. انتو في ذاك الزمن الفايت كانوا الناس كاملة مستنفعة، هما مستنفعين منها وهي هم اللي جابر فيهم مصلحتها. إلينا جاء الرئيس اللي راكو رئيس الجمهورية اللي هو محمد الشيخ الغزواني، قاموا أول قرار قبل أنه يتخلص من هاي الشركة لعدة أسباب يطول شرحها. إلينا تخلص منهم عدل أنجري أجري ستعدير أنه أعطى الصفقة عن طريق عن ديكري بريزيدانسيال الشركة أخرى ينقال ليتاسكو، وهاي ليتاسكو هذه شركة والله بعدين فيليال تريدينغ تابع الشركة الروسية ينقال لوك أويل، شركة كبيرة ومعروفة، ولين أعطاه لهم ووقع العقد ومشات وزارة بطرن لأداكس اللي بينها معها عقد، مشاو لهم رسالة قالوا لهم عنهم المخزون اللي عندهم هون عنهم يخوه وعن العقد معهم عنه ما هو له يجدد. إلين فاتت أداكس قاربت على عنها تخوي المخزون من المحروقات اللي عندها في موريتان، تحديدا 14 نهار سابق يبدأ العقد الجديد مع الشركة الروسية، مشات الشركة الروسية عن إيميل للمسؤول عن متابعة المشروع وقالت له عنها ذاك العقد اللي معدل مع موريتانيا عنها ما هي اللي تقد تحترمه على حالته، وعنها ما هي ما تاتم تابعته. وهذا في حد ذاته لا ينوفي لكم بعد ما عطى الاخبار، ونقول لكم اللي حسب اللي ظاهر لي انا والله حسب بعد اللي استقيت من عده مصادر على علاقه مباشره جدا بهذا الملف، عن هذا كانت فيه كان في فخ مطروح الموريتان ياك تتخلص من ذيك الشركه اللي كانت بينها مع عقد توريد وتعدل عقده مع شركه اخرى، ياك تعود ذيك الشركه الاخرى في اخر لحظه لا هي تتخلص من موريتاني، كان ذاك يقيم بلابل في موريتانيا وقلاقل فيها بها اللي صوروا انتم موريتاني الين تعود ما فيها قطره واحده من غازوا ولا فيها قطره واحده من صانس، لا يتوقف سوماليك ولا يتوقف سنيم ولا يتوقف تازواج ولا يتوقف ام سي ام ولا يوقف اللي خالف هناتيها من وتا يحرك في نواكشوط كارثه. ثم لا صوروا دوله ركيز انقطع عنه كره نهارين قامت ثوره، صوروا الين يوقفوا الين يوقف الين يوقف توريد موريتاني بالمحروقات. خلقت ذيك الرواية قامت الانبياء رئيس الجمهورية اللي ذاك الرقاج مشالو باط عدلو عن ترانسفير دنيل ومشالو جا ويتر ادمي، والمهم عن تاخذ التدابير اللي ياك موريتاني ما يوقف تزويدها بالمحروقات. وعدل أنا أبل دوفر من جديد وهو اللي فازت به أداكس، يغالوا عدلت معها صيغة جديدة ونطلب منها عن هذوك الواقيج اللي كانت متباركة معدلة منهم لوبي بهذه الأماكن الثلاثة يا والله الأربعة في لجنة المحروقات وفي وزارة البطرن وفي سونيليك والله سوماليك لجنة المحروقات وزارة البطرن وسوماليك ولا يسمعش عنها تبعد منهم. وتو إلين الصبا عادت منهم عادت بشكل دوري يوخروا عليها شمنا لي زاماند تولوما ياك كان تصعب عليها أداء مهمتها حسب العقد الجديد، ورواقيج اللي لومنوها والله رقاج قاع اللي لومنها معدلها على خلاق رواقيج من لوبي مهم عنده عن النظام الحالي يجبر أكبر عدد ممكن من المشاكل. شخلي وعدل تم العقد ماشي يغالي لين التي يجدد هو ذا قاعد تكلم عن وزير
وزير بطرن الحالي عبد السلام محمد صالح في المؤتمر الصحفي الاخير اللي عدلوا اللي لهندي لكم رابطه ان شاء الله تعالى اول تعليق لين يوفا هاي البث المباشر. اداكس عندها افانتاج على الشرايك الاخرى اللي في لا ريجيون بها اللي هي فلاس بالماس، وهي تزود 17 دوله افريقيه من الجوار، والحل قاعد بشكل نهائي لا يعود الا الى ان نجتمعوا نحن والسنغال ومالي وكينا ونعدلوا على نابل دوفر انترناسيونال، ياك يا كان نجبروا شركة تقد تعدل اسعار مخفضه غير ما دامت موريتانيا وحدها ما خلق لها، ما هو هاي الشركه اللي كيف انهم صاعوا من الليل واذلت نهارات، واللي من المؤكد عنها ما زالت لا ترجع مره اخرى ياك تنقذ موريتانيا من الغرق ومن عنها يوقفوا امداداتها من النفط غير ماني مقرش عنها المره الجايه عنها لا تقبل ترجع بيا اللي حسب اللي جبرت من معلومات عنها قاع ما تلات مهتمه بموريتانيا وعنها عاد تفاقد الثقه في التعامل في التعامل في التعامل معها. تحيه من الشرق، انا نعتبر راسي من الحوض الشرقي اللي قلت لكم باط عن قضيه الامدادات بالمحروقات، عن قضيه تعني موريتانيا فقراءها واغنياءها، ولين يعود القاج مثلا ساكن بين بير النصارى وقلب الجمل في زر تلم الحوض الشرقي تلم بنعتنا نحن للشرق، وتعود لها تجي المواد الغذائيه من نواكشوط مرفود على كميون من الطبيعي عن اسعار المواد الغذائيه عنها لها تعود مباشره تتاثر بارتفاع وبانخفاض الاسعار، اللي خلق عن العقد دركاتيا اللي وفى مع اداكس لين يلتاو الصبح، هو العقد دركاتيا لا يوفى شمال حق شهر ونص، العقد لين يلتاو دركاتيا لودو لشركه اخرى وعدلو ابل دوفر من جديد، لا يجي اداكس هي اللي مقنية بها اللي ما خلق الشركة في العالم تقد تعدل اسعار اقل من اسعارها، ولين تقني لا هي تقني غير باسعار اكثر من الاسعار اللي كان بهم العقد الماضي. هذا باط هو اللي اخترت نقول لكم. القضية الصعبة اللي نختم بها، واللي عاد حد منكم عنده اسئلة يتفضل بهم، عن موريتانيا عنها اكبر منا كاملين، ولا يقدر يقاش يسوى هو منهم، يسوى إلى عاد منها للشرق، ويسوى إلى عاد منها للساحل، ويسوى إلى عاد منها للقبلة، يتخيلوا عن عنده القدرة على التأثير على شركة أجنبية ياك يوقف إمدادات موريتانيا من المحروقات كانوا يقيم بها ثورة، هذا ما لا يتخيل حد إنه قد يعدله، وذكر واقيش اللي يكونوا هذا اللوبي اللي مندسين في الإدارة من الليل وضركاتية هالسنوات ومتخيل لهم عن أخبارهم ما هي واضحة، نأكد لهم عن الليلة عن أخبارهم عنها بجميع تفاصيلها عنها عند رئيس الجمهورية، وعن قريبا جدا لا يقبل فيها ذيك القرارات اللي لا يقبل، ولا يتخيل لهم عن ذيك الساعة نوت دامي الديزنف عنهم لين قدوا يأخذوا من بين اللي ما يدفيله، وعنهم ما جبروا العقوبة اللي يستحقوا اللي في حق هذا البلد وحق هذا المواطن، لا يتخيلهم عن المرد وفات على ذاك. القضية الأخيرة اللي كنت نقولهم عن هذا ركاتيها صالح في قضية المحروقات، غير هم اللي يديروا في راسهم ويدير ذاك اللوبي الثاني في راسه عنها صالحة في قضية إمدادات المواد الغذائية، ما هماتيها أي رجاش يسوى هو منه وأي لوبي يقد يخنق موريتاني ويخنق المواطن الموريتاني، إياك يرغم المواطن الموريتاني عن يقيم القلاقل والبلابل في هذا البلد، إياك يضغط بها على نظام معين يسوى هو منه، هذا ما قد حد يسوى هو منه ويعدله. لماذا ما نسميهم بالأسماء؟ ما نسميهم بالأسماء بها اللي هي الرسالة موجهة لهم، يا غير قريبا جدا لين يبدوا يقطعوا روسهم واحد واحد، دور ياخذوا لك أساميهم. الله اللي مولانا عن هاي الجملة فيها قدر شوي من اللي شحاف رئيس الجمهورية راقد. رئيس الجمهورية الأمور اللي أنت لحقوا يقبل فيها القرار اللي يالتو ينقبل، خلص يخليك ليش شو عدل الانهارات في قضية المطار، وخلص شو عدل الانهارات في قضية التراب، هذا يثبت لك عن رئيس الجمهورية عنه مهما بلا
قرب الشخص منه، عنه لين يثبت له عن هذا الشخص أنه متبارك مع أمور تسيء إلى سمعة البلد، والله تضر بمصلحة البلد، والله تضر بمصلحة المواطن الموريتاني، يعني له يقبل فيها إلا ذاك القرار الصائب، مهما بلغت تلك الشخصية من القرب منه، لكن ما هو له ينفع فيها نهائيا. العادة هم مسئلة أخرى، كونيكسيون كونفيرغت، يا ودعتك لله، والله مشي لي رقمك على الخاص، مشي لك كونيكسيون على بنكيليتو. الشباب في أوكرانيا ما قد ننساهم بيلي هما 20، ونعرف منهم ياسر بيلي أنا أخويا صغر مني قالي في أوكرانيا ورجع منها، رجع منها عام الأول. أوكرانيا دولة منحت ياسر من التسهيلات للشباب الموريتاني، وكانوا يقيسوها عندهم فيزا بسيط يقبلوه من سفارتهم في الرباط. ومشكلتها اللي نقولها لكم، مشكلتها عنها أوكرانيا، عنها قرب لها شي موسكو، غير بما انهم هم في حرب مع موسكو ولهم شي معاهم، عندهم معاهم مشاكل، عادوا يرعاو سفارتنا في برلين، وسفارتنا في برلين ماني عاطيها الليله حسناتي. انتو اش مازالهم شنو الحل بالنسبه لهذه المشكله؟ الحل يدور يجي قريبا، لا احد يصبر شويه نهارات ما هم ياسرين. كيف تعامل وزير النفط مع ملف أداكس؟ والله اللي مولانا عنه تعامل معاه، ماني قايل انه والله اعلم، ماني قايل انه عنده علاقه بذيك اللوبيات، غير من المؤكد عنه مسؤوليته عنها تعني القضيه به اللي هذا القطاع واللي نخلق فيه شي ما هو صالح عنه لا يعني. حسن انت معارض، والله موالي، انا من اخلاقتي معارض، عرضت جميع الانظمه باللي نظام الاطاعه ذيك الساعه، انا مازلت حكما في جو، وانا في الابتدائيه وكبرت في كوليج، وعارضته تميت معارضه اللي مشوا ولا خالق نظام قط جوراه ما عارضته، ركعت اياها، نعتبر نفسي في خندق قال له موالاه رئيس الجمهوريه الناصحه. تعرفوا انتم عني اللي نشوف شي ما هو صالح في الدوله والله في تسييرها عني نقولوا، ولين نشوف شي صالح عني نقولوا، انا ماني ذيك المعارضه اللي لا شي فر خاسر هو اللي تقولوا شي فر صالح ما تقول، هو اللي نحاول نعدل. لماذا لا تلجا الدوله في شان المحروقات الى الجزائر؟ والله ما نعرف ذكرى، راهي وصلت وتوفات يعني، راهي وصلت. اش مازال ما شفتها مسيله. ايوا اللي عدتو الحروف باطل نساميهم نقولهم لكم، ماني قايلهم لكم، غير قلت لك انك دور تقلع منهم غباك قريبا، حق الله وجدت لكم لا احد منكم يقول لي دكتور، بي اللي ماني دكتور، بيرامي استعاق دكتور بعد، بي اللي عنده دكتوراه فخريه، شني علاقتك بالسواح اللي عتعانك على ذيك الجماعه اللي من صار اللي شور مشيت معاه شور الشر، دوك ماهم سواح، دوك جماعه تشتغل في مشروعين قال له مشروع الامن والتنميه مولته مولو الاتحاد الاوروبي، وانا هم بيني معاهم عقد ويبنوا الحسيان في الحوض الشرقي، معناها بعطي جهر الحسيان في الحوض الشرقي، الحسيان ذوك الابار اللي يقولوا الابار الارتوازيه، استادير صوند يجهروا الحاسي وتعود الفوق يديروا اطنان من الماء يعودوا راقبين حتى يعود بفعل للسقوط الحر يعود الماء يلحق القرى وتفتح ربينا ويجيك الماء تعود بليده فريما ما فيها شي، نجهر في تويجينيت ونجهر في بيرنصاره ونجهر في قلب الجمل ونجهر في عشر بليدات على الظهر ما بين تيشيت ولات، والمشروع الشق الاول منه هذا كان، هذا هو الشق التنميه ماتياهم الشق يعني مساعده المدارس ويعني توزيع الادويه، وهم شق امن الصماني ما عندي لنا نتكلم فيه. ايش عندك من اخبار عزيز؟ ما عندي عنه اي خبر ولا مسوي لهم اللي عن اخباره. اسعار الغاز الوقود طبعا لا ترتفع ما هماتي اي شك فيها. انا نبحث عن التعيين في بلاصه المختار والداهي، ما نبحث عنه في بلاصه المختار والداهي ولا نبحث عنه في طن في بلاصه رقاج اخر، انا قلت مرات ومرات عني ما ندور اي تعيين في الدوله، عني نشتغل في القطاع الخاص ولين يجوا الانتخابات البرلمانيه الجايه، لا ان شاء الله تعالى نترشح فيها وراجع عنكم تصوتوا لي، لا نجحت فيها ندور ندافع ان شاء الله وعنكم نعدل اللي نعدل الله الكاتب البرلمان، ولا نجحت ما ولا ما نجحت فيها بقي الله وكفى. تكمله قصه باكستان تجاوبت بها في بدايه المرد القصة ما هي مقنعة قبالي ولا إله إلا الله، أنا بعد قلت لكم اللي فيدي من الأخبار وقلت لكم اللي ظاهر لي إيوا قضي إلى آخر شيء، شفت وحدينها ما تقول يقبل الصدقة، الصدقة تصلح لا في الحساب، هو اللي فيه خاصية الصدقة
وصفحات فيهم لا خاصيه، فيهم لا خاصيه، فيهم لا خاصيه المتابعه. صدق معي، هنشوفه. شوف يا كان هون العيد عاد ما هم مسيله. ما رايكم بالاستباع الصرف بالاسخار؟ ما تبغي ترشح كنائب في البرلمان؟ هنا نبغيها حتى ندور نعدلها ان شاء الله تعالى. انا عليا لا ترشح، انتم عليكم التصويت. اللهم صل على الله. قضيه صوره البعمات مع صاحب الصفقات قلت فيها رايي، ارجع الارشيف الصفحه. حسن بعد التعيين، انا قلت لك نيمان لين اعين به اللي هو التعيين. عاده يسولوا عنه، يطرحوا عليك يقولوا لك من رايك انا قد دورت. شفت التعيين نوعين، شفت حد يشتغل في الدوله، الدوله عندها الحق تديره في البلاد اللي تبغي، معناها انها ما فرض على الدوله تقول له، ما فرض على الدوله تقول تعلموا عنها لا تعين. قديتهم قاعدين يعينوا في مجلس الوزراء، حد كيفتي انا ما يشتغل في الدوله ما قدوا يعينوني، ما هو لين يعلموني بها، وانا لين يعيطوا لي يقولوا لين يعينوا في البلاد اللي ما هي كذاش، لين نقول لهم اللي ما ندورها وفاتت خلقت. تدوير المفسدين كارثه، هي اكبر كارثه يواجه هذا النظام الحالي، هذه تدوير المفسدين. سفارتنا في برلين اي اجراء تتخذه بسيط جدا. سفارتنا في برلين يلا تمشي رواقي الشور الدول اللي محاده اوكرانيا، وتحاول انها تقول لجاليتنا باوكرانيا ذوك الشباب العشرين عنهم يدبروا على روسهم، وعنهم يقيموا شور الحدود البريه مع بولونيا مثلا ومع ذيك الدول اللي محاده الاوكران، ويعودوا يحانيهم موظف ولا موظفين من السفاره الموريتانيه في برلين عندهم سيارات، ويقولوا للتركة عنهم يديروا اللي عندهم من المجهود لين يوصلوا، ولين يفوتوا تركيا يوصلوا يقبلهم يديروهم فوتاتهم ويمشوا يمشوا برلين ويحاسمهم في دار السفر ويقطعوا لهم بيات ويردوهم لاهاليهم. ذول على الدول العالم كامله اللي تحترم بعد روسها، غير نحن ما باس ما عندنا ما عندنا سفاره ولا عندنا سفير. تعديل الوزاري لهنا نعطيكم اللي عندي من اخبار حسب اللي ظاهر لي، يعني الفرتونه اللي معدل الاركاتيه في قصر المؤتمرات القديم اللي معدل هذا الحزب اللي يقولوا له ليبير اللي هو قاعد الهياكل بير دي اس و مثلا هاي حزب ذاك الكشكول وتوفاتيا اللي ذاك اللي يقولوا له ليبير، ظهر لي مولانا انهم يدوروا يعدلوا ذاك المؤتمر اللي معدلين، يدوروا يحولوا شور مؤتمر استثنائي، وذاك المؤتمر الاستثنائي وازن عليه وخذ قرارات ولا هي بعد لا تعود قرارات تاريخيه حتى كامل وفات ندار في علبه. والمهم عنهم اللي ياخذوا القرارات ولا يعود من بينها عنهم فاتحين الباب للحوار، ولين يفتحوا الباب للحوار لا هي يخلق الحوار ولا هي وازن عليه يخلق وراه تعديل وزاري. وظهر لي مولانا الانتخابات البرلمانيه مولي قد لا تعجل عن وقتها به، اللي ما تعجل لا يخلق امبوتياج متين في 2023، وهذا قد قاع هنا يعود ذنبته. مثلا تعود هاي السنه 2022 انتخابات البرلمانيه، و2023 انتخابات البلديه، و2024 انتخابات الرئاسيه. تعود مثلا الماموريه وهنا قاعده يعود نظام ما بعد، تعود الماموريه خمس عمام، يعود العامين الاولين ما فيهم الحملات ومنها ماتيها تجي النيابيه والامارات والرئاسيه هي التاليه. هاي الاسئله بدات تتكرر. نترشح لكم سيزيا مان، لان نترشح ان شاء الله تعالى لا في نواكشوط بيلي، انا خلاقه في نواكشوط نعرف لا نواكشوط، و لان نترشح في نواكشوط راجي من عند مولانا عند الحوار يتمخط عن مرده هي العاطي المعنى به لي نواكشوط ذلت ولايات، وها اللي مولانا عن يالتي عود خالقي نواكشوط اركاتيها فيه 18 فيه لائحه نواكشوط فيها 18 دبيته. ظهر لي مولانا عن نواكشوط عم يمثل ربع سكان موريتاني ولا يقد يعود يمثلوا في البرلمان 18 نائب من اصل 157 نائب بلا معنى. حسب اللي ظاهر لي عن عدد نواب نواكشوط يالتي يعود ربع النواب في الجمعيه الوطنيه، ويالتي تعودها ماتيا ثلاث لوائح، كل ولايه من ولايات نواكشوط الثلاث يالتي تعود عندها ولايه. هو بعد اللي ظاهر لي انا هو اللي نختار نجبر حد يا والكاغامي لا تكبروا هنا عن قدو حتى، ورواندا هما اللي لا تورطونا بها اللي انا شخصيا ما هي مغيرتني، واذا اللي خاطع عليه رواندا ما نختار نخاطع عليه، ما نختار قطعا موريتانيا يموت منها مليون شخص ولا نختار تخلق فيها حرب اهليه وانتو يا غير مولي نختار لا تتقدم، لان يعني ترشح من اي حزب ما تعرفت لا يعود الا مستقل ان شاء الله تعالى. من المؤكد انه ما وازن عليه ما يعود حزب من احزاب المعارضه، وازن عليهم اللي ما يعود ليبير، الخيارات اللي تبقى ما هي اسرع.
انتخابات البلدية والنواب اللي مقرين لا في الصيف اللي صيف 2023، وانا راح اللي ملا عن نيابيات قد لا تقدم ياك يعود السنة الجاية 2022 فيه السنة بعض اللي علينا صيف النيابيات والصيف 2023 البلديات والصيف 2024 الرئاسيات. حد يبغى يحسناش مستواه في الفرنسية شلو بيها؟ رشحوني معاكم خلف معاك معني انا هو اللي قرر، انا اللي نجي لمدة نسقط عليه هياك تعطيني راس لاحه نواكشوط ما وازن عليا ما ندخل ما نشي ياخذهم والغزواني من دراي كانوا لي عدل دازيان ماندا انا بعد راشي هو وصى ما نعرفش راه له اخر منصب يعرض عليا ما بين رد السرور. هل تتضرر موريتانيا من الحرب في اوكرانيا؟ ماني قايلها اللي نديك 20 طالب اللي في اوكرانيا توخر ماني قايل نقدر يلحقنا منها ما هو لا وعار غزوان ويسانس ولا هو مثلا تقدر لا الدولة تعوضه. وش مازال قمع المدونين؟ قمع المدونين فت قلت عنه شين عندي حتى وعني مندد بيهم طالب من هاي المنبر عنهم ذولي منهم حكم ينطرسوا عنه ما تحكم منهم حد وعمولي تاني ما تيالت تحكم حد على سبة الرأي وفي تم اللي عبرت مرات عني ضد قانون الرموز. ايوا كتب الحريات تكلمت عنه الاسعار ما تكلمت عنها ايوا ما تناصر المعلمين والاساتذه في الدفاع عن حقوقهم من عصرهم يغش تبغي نعدلهم انا بتعدلت عنهم ودي عني ان بودكاست ومن هاي المنبر اعلن مناصرتي لهم قطعا عنهم ظهر لي مولانا عن خلاص ما قد حد يعيش بيه واحسن خطوه قد حد يقوم لها بهم والله خطوتين عنهم خلاص باط حد يلغي عنهم ذيك الضرائب اللي فيه ياك يعود باط ولا خلاص فيه ذا اللي صافي اللي يقولوا له نت وذاك اللي بريتهم ويالتهم يعطالهم لي سالير بريتوتو يعودوا ماتاو فيه الضرائب ولين تعود اللي واحد منهم يعود ما يدفع المدرسه به اللي هو ما قد يعود كان راي ويعود يدفع عن تركتو ياك يقراو في المدرسه لين تنقلع عنهم ذيك المرد قداك اللي يساعد في يساعد في يساعدهم في غلاء الاسعار. تشجع الهجره سؤال زين. شو خويا الغالي شاكرك على هذا السؤال استاذ سيدي محمد ولا الزبير ولا نتكلم عنه شوي من تفصيل بيه ظهر لي مولانا عنه موضوع عني نعرف عني عندي عنه وعندي عنه نبذه شفت انا فرنسا جيتها 92 ورجعت منها بعد 25 سنه من 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 السكن فيها القرايه وفيها الشغله لان نقول لك اللي ننصح به ولا نقول لك اللي عدلت انا حسب الهبط هو اللي عدلت انا حسب اللي ظاهر لي انا عن حد عنده الخيار يقيس اي دوله اجنبيه بعد البكالوريا يعدل البكالوريا هم بيل تحت البكالوريا مازال صغير حتى في السن يعدل البكالوريا في موريتان ويمشي شور الخارج ويعدل فيها خمس عمان كافي ماستر ده به اللي فوق ماستر ده ما هو عاد شيء الشركات التركاتيه عاد يختاروا حد عنده شهاده ويكونوا عن يجيهم حد عنده دكتوراه وذاك ما مهم ولا قد يعدل خمس سنوات من إلا قد يعدل خمس سنوات من الشغلة في الخارج ما تخسر شيء وما طبيعة عملك مع حميدة إذا التجسس يبوي حميدة ما رأيك كان يجسس والله ما وأنا ما عندي بها أي علاقة ومسموح لي بترشح بعد عندي الجنسية الفرنسية بها اللي نيابية تسمح بها أنا عندي الجنسية الفرنسية والجنسية الموريتانية المهم قلت لك حق الله تكيسوا لي بلاسي اللي نجاوب للطفل قضية الهجرة راه لي مولان كافي منها خمس عمام من القراية وخمس عمام من الخبرة في الشركة ويرجع حد هنا يشتغل وحد عنده الخيار في الدول اللي يقرا فيها انا بعد شخصيا ننصح عن حد يحاول ما يبعد عن موريتان ولين يعود لاركاتيا حد في السنيانة عنده الشاشرة والله يشير يعدل باك ويتخام ما يعرف منين يمشي انا بعد ناصحه عني يمشي لا شور سيني قال والله المغرب اللي ما هم بعيد ولين يعود حد يختارني قاعد نحدد له جامعة أنا نختار لا جامعة سين لوي هذه والله معهد هون اياها في الداخل يعود قاعد قد يتم يجي هون مرة للشهر وتم والديه عارفين له شيء ايوا ما مش علاقات مع المنظمة الدولية قمت به مرتين ما هو أهم مشروع في التركاتية قمت به المشروع اللي عدلنا في الحوض الشرقي ونختار اللي أنا دركاتي نشتغلوا على الشق الثاني منه الشق الاول جبرنا له ولا 3 ملايين و700 الف يورو والشق الثاني متباركين نشتغلوا عليه دركو نختاروا نحصلوا 12 مليون يورو اذا كان
نزيدوه شور الولايات الاخرى. وكان ذلك الله في الحوض الشرقي، نختار الشق الثاني منه تاع يحوض في الحوض الغربي والاعصاب ان شاء الله تعالى. انت بعد هذا السؤال انخلعت مناش ما اعرف، ما فهمت السؤال، حق الله يعلو لي شوي نعود نعرف اللي خلعني شنو. انا بعد ما افطنت انخلعت راني لك. غزو اوكرانيا، انا قاع ماني خبير حتى الله اللي مولانا عن بوتين عنه ما هو ظالمهم بيا. الاتفاقيات مينسك اثنين فيها عنه هو عنه ما يحاول يعود مقرب من امريكا، خصوصا في زر الاسكا التلي بنعتنا نحن للشرق، وعن مولي لوتان اللي هي الناتو عنه ما يدير صواريخ في الدول اللي محاد روسيا، وذاك هما ما احترموه به اللي ذمت فيها ضغط من اوكرانيا عنها دوله ديمقراطيه وعنها دور تدخل الناتو، حد يطلب يدخل الناتو عاد عنده الشروط اللي يدخلها، وهو قالهم عنهم ما يديروا ما يدخلوها بالناتو، به اللي يدخلوا بالناتو عاد عندهم الحق يديروا فيها الصواريخ الباليستيه، وذاك هو ما هو قادوا لين ما سمعوا له قام هو وهجم عليهم. اي وركات اياها هما ما بس ما عندهم شيء للضيقه بهم اللي هما افطان الله للدول اللي هي بعد اللي عندها شيء للضيقه، امريكا وفرنسا وبريطانيا وبريطانيا ودير معاهم المانيا حكومتها مازال جديده اكثريتهم ما هاد قاع بالسيفي استهدى على بيروهات، وفرنسا ماكرون كي انه مصيوع من مالي وعنده الحمله، والاخرى امريكا شيباني كل شهرين معدلاله عمليه وزادوا كي انه مصيوع من افغانستان، وبريطانيا الاخر عنده مشاكل به اللي زمن كوفيد كانت الناس عليها الحجر وهو يرقص في الدار، معناه انهم قاع ما عندهم شيء ما هباس للحرب. الحقيقة أنا الهجرة بشكل عام ما نشجع عليها، بي اللي نعرف ونعرف عن ايش يقول ذاك المثل اللي يقول نص مع الهنا زاكي، ذاك أنا بعد ما اعتقد فيه حتى. قرقل والله إلا عطشاني غير نحن لا نحاول نعاون أبعد بليدة من موريتاني، به اللي موريتاني لا باش يواجه بعد عنه أكشوط باش عادة القضية متينة باش عدد. ما هو البديل برايكم بعد شركه اداكس؟ حسب اللي ظاهر لي انا عن الظرفيه الحاليه عن خالق لا اداكس يغير يالت حد يعدل عقد مع اداكس، عيط لاداكس ويحاول يتفاهم معها من جديد، وفي نفس الوقت نحاول كان نعدلوا تفاهمات في اطار لو ام بي اس مع الدول المجاوره، كان نعدلوا انا بيل دوفر انترناسيونال كان يعطيهم لان نجبروا الشركه تعود هون من هذا. الفساد المالي والإداري وسوء التسهيل اللي نعانوا منه، ظهر لي مولانا عن أولوية رئيس الجمهورية في الظرفية الحالية لذلك الصلاحيات اللي أعطى لجيئة، وتكلم عن قضية البنوك بنك المعاملات الصحيحة وإن بيهم ما عندي عنهم خبر يواجع. الروس اللي عدلوا ولا قال واحد نترك عندك اللي كان يعدلوا على المودات ساعة شهر المدائن، هما يقولوا لاوكرانيا الدايقه معها يغلي لا لين يبطك ندور نحن نعاونوك، قام الاخر وبطوا قام عيط لهم قالوا له نو في المان احنا ما نقدوش ولا بيناتكم وبقى واحد براس وركاتيه. مثل الوزراء الكونغرس ما اصلحنا احنا برنا احنا وركاتيه صالحين بالحاله، خاصنا لا يعود عندنا برلمان. لا هنا نختم بقصه لنهارات خلق التبيض الاموال المسؤولية والله اللي تكلمت عنه قبلاتي، لين اختم بقصة لين ردها عليكم. عندنا هيش رايك الاتصال قضية مهمة لين نتكلم عنها بعد. شفت خالق دبيت اشتري نهارات في التلفزيون نعرفه في المرسى عنده بوتيك في كرش البطرون، وقبل وترشح لدبيت اللي هي كيجبر لي باسبور ديبلوماتيك و شفتوا التلفزيون يقول لهم وانا قبيلاتي وانا نتم في المرسى لانه في المرسى وفيت من خط المرسى قبل وقيم في واحد البرلمان، شكت الناس انه كان عنده شمنه الامور يعدل المرسى وقاس البرلمان هو عنده بوتيكو ولين ينقز من البوتيك ورا صلاه العصر يقفل البوتيكو ويقضى على الجمعيه الوطنيه ويجيب بها جماعه. تمام الله محمد رسول الله ايوا ذندي عنه عدوى في ايوا لا هنا نوادعكم، شاكركم حتى على حسن الاستماع، وراني معتذر كيف قلت لكم جدد الاعتذار بمناسبه وصول الصفحه ل 80,000 متابع اللي ما كنت شاكني قد نلحق هذيك الساعه لين فطنت الانترنت، اول حد كان اكثر عدد متابعين كانت عنده 80,000 وانا ندي عني كنت تحت حوت. شاكر حتى جميع المتابعين وراجني نعود عند حسن الظن، ومعتذر من جديد اللي اعتقطيت
مثلا إذا تقطيت أسأت الأدب لرقاش قضية مدون الشيخ الرضا كركارة، ظاهر لي مولانا أنها ظاهر لي مولانا أنه ما عنده باش يخلص، ظاهر لي مولانا أنه وجوده حر عنه 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 صفعة لجميع الأشخاص اللي يسالوا شمل الفضل عنه الحل بعد قاع أنه وين داشوا الحبس. اللي عاد ما عنده باش يخلص هيك مشكلته، يغير ما قد يقبل فضلة الناس ويمشي بها كعب الصحاح. قضية شرائك الاتصال لهنا نوفو عندها موريتان ما يقد يعود حكومتها لي جي اف او يصنتوا لهم دول الجوار اللي عندنا شي من السرور نقد نعودوا ما نختارهم يعلموا بهم، ما تقد تعود عندنا لا شركة مغربية وشركة تونسية ذات رأس مال قطري وشركة سودانية. زين في موريتاني الحكومة الموريتانية عنها تسهل الحد من ذو كبار رجال الأعمال والله عن كونغلوميرا منهم الحصول على رخصة رابعة، هي كانت تعود 100% موريتانية الصرفة، ويا كانها مالي تهول الأسعار. أراني شاكركم جدا 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 على المتابعة، وراجعني نشوفكم بالقريب العاجل، ومع السلامة.